قلبي المدير التنفيذي لمنتدى التونسي لحقوق السيد والشباب. احنا هيك شغالين في تونس تطرح عديد الاسئله اليوم خاصه في علاقه بالواقع الاجتماعي والاقتصادي من ناحيه خاصه تدهور المقدره الشرائيه، من ناحيه ايضا تواصل الازمات الاقتصاديه والاجتماعيه. النقطه هذه تصورها يعني هي من اكثر العقبات اليوم 10 سنين بعد الثوره، لانه ما عادش عندنا ما يعبر عنه الاجر اللي ينجم يحقق الكرامه للتونسيين والتونسيين. بقى السيكتور الفورمال اليوم يمثل اكثر من 50% من الاقتصاد التونسي، معناتها اليوم معناتها ولينا نحكيو على الاقتصاد الفورمال، هو تقريبا هو الاقتصاد المسيطر في تونس. نتصور انه الاشكاليه عميقه اكثر من مجرد الناس ما تحبش تمشي للفورمال، زي مساله انه قاعدين نعانيو في اشكاليات تاع منوال تنموي فقد كل معناها الفاعليه نتاعو من 2009 2010، 10 سنين بعد الثوره نجحت في بعض الجوانب الاجتماعيه السياسيه عفوا، مثلا نجحت في ارساء دستور جديد، نجحت في ارساء معناتها احترام ليزيشيونس الكتورال، نجحت في ارساء قاعد تحاول ترسي ليزانستونس انديبوندونت ليزانستونس كونستيسيونيل. لكن اذا كان ما تمشيش في التمشي الاجتماعي والاقتصادي ديمقراطيتك تولي مهدد، وهذه يلزمنا نكون واعيين به.